لو رحنا بداية يعني اختصارا للوقت قرى تشكى بأفضل مشروع بيئي في العالم طبقا لمؤسسة أمريكية الإنار. يعني الفكرة الأساسية في تشكى إن هي فكرة التوسع. يعني انحصار المصريين في الوادي الضيق على زمن طويل ألفي الطابع أصبح صعبا جدا. يعني أتذكر أن جمال حمدان في أوراقه الأخيرة تحدث عن خطر تحول مصر. أنت تعرف مدى اعتزاز يعني جمال حمدان بمصر كعبقرية مكان. أحس أو حذر في أوائل التسعينيات من القرن العشرين إن من تحول مصر إلى مقبرة كبيرة نتيجة هذا الانحصار والكثافة السكانية والتلوث الهائل. يعني فكان لابد يعني لمنع تحقق يعني هذه النبوءة التي حذر منها من التوسع الجغرافي. التوسع الجغرافي السكاني بمعنى نشر السكان على مساحة أوسع من زيادة مساحة المعمور المصري. وده تم في يتم خلال السنوات الماضية في المدن الجديدة وفي إلى آخر مشروع تشكى. مشروع تشكى معروف أنه بدأ سنة 1997 ثم توقف بعد سنين قصيرة وبعد كده عاد للحياة في سنة 2017. مشروع تشكى مشروع طموح لم يكن لأحد أن يفكر فيه إلا لو كان هناك السد العالي وبحيرة ناصر. وطبعا السد العالي من المعروف أنه بحيرة ناصر أكبر بحيرة ماء عذبة في المعمورة. و أيضا السد العالي كان أعظم مشروع في القرن العشرين بحسب إحصاءات الأمم المتحدة وأعظم مشروع الحقيقة في التاريخ المصري أنه مكن المصريين من التحكم في النيل بدلا من أن يكونوا ضحية لفيضان أو غيضان النيل. فطبعا فوائد المياه في بحيرة ناصر كانت هي الأساس في التفكير في مشروع تشكى وهو مشروع ضخم قابل للتوسع بحسب الدراسات الأولية التي أجريت عليه إلى 1.1 مليون فدان في غرب مصر من تشكى إلى الواحات أمام إلى الفرافرة أمام سلة غذاء جديدة للمصريين إلى طبعا إلى شرق العوينات. وطبعا ككل مشروع يعني هناك تكلفة ضخمة جدا وهناك إنجازات طبعا زي تفجير الجزء الجبلي الذي كان يحجز المياه إلى آخره والمساحات المزروعة فيه كما يقال إلى الآن حوالي 400 ألف فدان أو تزيد قليلا لكن آفاق التوسع كبيرة جدا. القرى التجمع ليس تجمعا زراعيا فقط تجمع زراعي صناعي سكني قصد التفريغ السكاني فكرة يعني تفكيك تجمع المصريين حول النيل في الوادي الضيق وهو طبعا جنوب أسوان بأكثر من 200 كيلومترا. فطبعا البيئة دي فيها تحديات كارتفاع درجات الحرارة في بعض الفصول لكن فيها نقاء طبيعي. ومن ثم الإنار اختارت هذا المشروع مشروع قرى تشكى الجنوب تشكى الجنوبية كأفضل مشروع بيئي لأنه لا يضطرون إلى استخدام مبيدات أو مبيدات حشرية أو إلى آخره. يعني فدي أهمية طبعا مشروع ضمن مشروعات أوسع. يعني لو تكلمنا عن هكذا إشادات تأتي من الغرب بين قوسين أمريكا لا يعني طبعا القومية العملاقة في مصر دي مقاييس هندسية يعني مقاييس تتعلق بالبيئة بالجهد الهندسي الكبير الذي بذل لتمهيد الطريق وهو جهد تكلف كثيرا لكن يفترض أنت كما يعرف أي أحد أن الأراضي الزراعية المستصلحة بتظل زمنا إلى أن تأتي غلة الأرض إلى حدها الأقصى. فطبعا التكاليف بيتم تعويضها وتأتي الربحية منها بامتداد الزمن لكن المراحل الأولى تكون صعبة. لو تكلمنا أستاذ عبد الحليم بشكل عام عن الاستراتيجية المصرية لتطوير الزراعة وإزاي تجني الدولة ثمار هذه المجهودات. شوفوا ببساطة شديدة حتى الرئيس السيسي في عيد الشرطة في خطابه أكد على الفكرة الأساسية إن فكرة الفجوة الدولارية أو كذا ستظل قائمة وهو عبر عنها بإنها بتأتي بشكل متكرر بنمط متكرر. ده التعبير الذي استخدمه خطابه. والحقيقة إحنا لو ظللنا على ذلك سوف نظل ندور في حلقات مفرغة ونسمع كل كم سنة عن اللي شفناه سواء في 2016 أو دلوقتي أو إلى آخره. وهذا نوع من التجاهل لجوهر علة الاقتصاد المصري
نفاق الطابعة الإنتاجي غالبا تحول إلى طابع ريعي، ومن ثم أصبحت التقلبات المالية أو التقلبات الدولية أكثر تأثيرا. طبعا بنتأثر كل الاقتصادات، لكن كل مربوط على قد دمه حسب طبيعة الاقتصاد القائم. فالإفلات أو الخروج من هذه الدائرة المفرغة بيتطلب سياسات جديدة. في جوهر هذه السياسات أنه رقم واحد الذي يقاس عليه أي تقدم في الاقتصاد عندي وعند غيري هو التصنيع الشامل. لا يمكن النظر لأي بلد على أنه بلد يتقدم على مدارج التاريخ بدون التصنيع الشامل. اثنين، الإنتاج بصفة عامة سواء كان إنتاج صناعي أو إنتاج تقني أو إنتاج زراعي. وطبعا الإنتاج الزراعي البلد تحاول التوسع فيه في السنوات الأخيرة، لكن قصارى ما يمكن تحقيقه من الإنتاج الزراعي أن أنت بتخفض مستويات الاعتماد على الخارج، لأن فجوة الواردات ضخمة جدا. فالإحلال محل الواردات، زيادة الصادرات تحتاج إلى إنتاجية. أنا لا أعني هنا أن المصادر الرعية قابلة للإهمال سواء السياحة أو تحويلات العمل المصرفي الخارج أو كذا أو عوائد الملاحة في قناة السويس، كل هذا مطلوب تنميته، لكن لابد من وضع الهرم على قاعدته. في هذا السياق يأتي كل اهتمام بالإنتاجية زراعية وتقنية وصناعية بالذات بمفهوم الثورات الصناعية التي فاتتنا نتيجة الانقطاع المرعب في التاريخ المصري. كل شوية ننهض وبعدين نكبه وبعدين نمسح ما كتبناه وهكذا. مطلوب عمل متصل يبني، والاستخلاص القديم الجديد أنه لابد من إكساب الاقتصاد المصري إنتاجية في قلبها حركة التصنيع الشامل، لأنه حتى صور كثيرة من الزراعة الحديثة تحولت إلى نوع من أنواع الصناعة.